تحت الرماد لنهيبه، فإن من تحت الرماد لنهيبه. إلى حد الساعة لا زلنا مسالمين، ما زالت وقفاتنا سلمية، وإن شاء الله الرحمن الرحيم إذا لم تستجب الإدارة إلى مطالب المتقاعدين فسنصعد إن شاء الله ها هي الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تؤطرها جمعية الإنقاذ لمتقاعدي وأرامي المجمع المكتب الشريف صفات، تطالب الإدارة المكتب الشريف صفات لفتح الحوار وفتح المجال لأبناء المتقاعدين الذين يطالبون بحقهم الشرعي الذي يعطيهم ويمنحهم إياه الفصل السادس من القانون المنجمي، أي يعطي الحقية والأسبقية لأبناء المتقاعدين. ها هي الوقفة التي طال عليها الأمد، فقست قلوبنا من عدم الاستجابة ومن عدم فتح الآذان وإصغاء لهؤلاء المستضعفين الكادحين الذين يعانون من التهميش. ولا زلنا نطالب المكتب الشريف صفات بحل باب الحوار من أجل مناقشة مشاكل أبناء المتقاعدين وعلى رأسها إدماجهم في داخل هذه المؤسسة. What?